مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، منارة علم ومجمع بحوث في عاصمة الإسلام الأولى وبجوار ثاني الحرمين الشريفين، حيث يجمع المركز في جنباته العديد من الكتب والمخطوطات النادرة، ويشارك بكتبه وأطروحاته في المنتديات والملتقيات الثقافية والعلمية. المركز يدوم في جنباته معرض عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقع بالناحية الغربية من المسجد النبوي الشريف، وكذلك معرض ثاني عن مأرز الإيمان وهو المدينة المنورة من العصر النبوي حتى هذا العصر السعودي الزاهر، ويقع جنوب المسجد قباء. المعرضين تستقبل جميع الزوار وبجميع الشرائح، إن كان التعليمية أو الشرائح العامة. يمكن الآن تم افتتاح المعرضين بمناسبة عاصمة الثقافة الإسلامية للمدينة المنورة 2013. يزوره ما يقارب المعرضين سنويا يفوق 3 مليون زائر. يبلغ عمر هذا المركز ما يقرب من 20 عاما، حيث أنشأه صاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز رحمه الله أمير المدينة المنورة الأسبق، والذي جعله وقفا مؤبدا لخدمة العلم وأهله وتوفير البحوث التي يحتاجها مرتاد المركز. لدينا أكثر من 100 ألف مخطوط مرتبة ومفهرسة تغطي جوانب عديدة جدا فيما يتعلق بالتراث الإسلامي، ونتيح لجميع الباحثين فرصة الحصول على صورة من المخطوط، ونتعامل معه بكل إيجابية بحيث أنه يستفيد منها، ونحاول أن نحطم جميع العقبات والعراقيل التي تقف في وجه الباحث. يضم المركز العديد من الأقسام، منها قسم المخطوطات وقسم الوثائق والمصادر وقسم تنمية المعلومات والحاسب الآلي، كما يوفر المركز مكتبة قيمة للزائرين من خلال الكتب التي طبعها أو جمعها أو نقحها، حيث تشرف على المركز دارة الملك عبد العزيز في الشؤون العلمية والمالية والإدارية. هذا تاريخ، والأمة التي لا تعرف تاريخها تضيع، فكيف بتاريخ النبي صلى الله عليه وهو أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم؟ فلا شك أن الحرم المدني وزيارة الحرم المدني له أثره في الخشوع ورقة القلب، لكن كذلك والله أنا ما أخفيك، وأنا لما زرت هذا المكان دمعت عيني واسمع الأخ يشرح، فجزاكم الله خير، فكرة جدا موفقة، ويا ليت الحكومة السعودية أيضا تطور الأماكن السياحية حتى بالفعل تصل المعاني، معاني وآثار مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وآثار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. بحوث ودراسات المدينة المنورة منتشرة في جميع العالم بلغات عدة، ومن أجل ذلك جاءت الحاجة لإنشاء مركز متخصص يهتم بهذا التراث. إسماعيل نوفل لبرنامج عين على العالم، المدينة المنورة. من مدينة رسول الله وفي صرح يهتم بالعلم والثقافة والتراث، أنا إسماعيل نوفل، تابعوني بعد الفاصل لنتعرف سويا على مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة.